دكتور أحمد مطيع العازمي عضو مجلس الأمة، حياك الله يا دكتور. ما هو تعقيبك على ما حصل اليوم ومن تصرف قام به وزير البلدية السيد سالم اللدينا، وردة الفعل الشيعية الغاضبة على هذه التصرفات بإزالة المخيمات المرخصة حسب ما قالوا الأخوان، وأن البلدية عطتهم ترخيص إلى يوم 20/11. أعلنوا طبعا عبد الله التميمي وفيصل دويسان أنهم راح يقدمون استجواب للوزير اللدينا. أنت شنو رأيك على ما حصل اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية احنا ضد الفوضى والاستفزاز، ولا بد من مراعاة مشاعر السنة، واحنا كذلك يعني الوزير الأذينة نحييه بتطبيق القانون، ولكن إذا ثبت ان الأخوان وكذلك وزير الداخلية بضبط الأمن وعدم يعني ترك المجال للي يريد الفساد والفوضى وزعزعة الأمن وتفريق المتجمعين، وهذه المسيرات أصلا غير مرخصة، ولا نقبل أن يكون في بلدنا هناك فوضى واستفزاز ويكون هناك تناحر بالأخوان النواب من الطائفة الشيعية. يجب عليهم أن يكونون هم دعاة للقانون وأن يكونوا ملتزمين، وأول ما يلتزمون بفك هذا التجمع اللي أصلاً من غير ترخيص، ولا يسمحون أصلاً بمثل هذه النعرات حتى لا يكون هناك استفزاز لأهل السنة بالشوارع ويكون هناك يعني فتنة. وإحنا نقول ملعون من أيقظ هذه الفتنة. وأما الاستجواب اللي تصرحوا فيه فهذا استجواب طائفي، وأنا ضد أي استجواب طائفي وشخصاني، ويجب على الوزير تطبيق القانون، وإحنا مع القانون، ضد أي شيء يخالف القانون. وبالنسبة للأمر اللي حصل، إحنا يعني اللي نسمعه وإن الوزير شكل يعني وفتح لجنة تحقيق لمعرفة، لأن اللي تم إزالته بتصريح رسمي من البلدية هي الأكشاك والخيام اللي يعني كانت توزع الطعام والمشروبات دون ترخيص. نعم. أو من البلدية أو الرقابة الصحية. نعم. واضحة هذه النقطة، كل الشكر لك الدكتور أحمد مطيع العازمي على هذه المداخلة.